هذه هي حالة كامل النساء في العالم، ماشي غير الجزائرية، الألجيريان، الأمريكانية، القورية، الروسية، كامل كيف كيف. واش صرنا دائما نحاولوا نفهموا واش نطيبوا فطور، واش نديروا غوتي، واش نطيبوا عشاء باش نضيفوك شي واحد. انا اليوم راني كيما نتوما كيما انا، راني شفت شويه في الفريغو راه مبانوا لي دوزان، مالا اليوم شنو رايحين نديروا؟ رايحين نديروا طبق ونزيدوا معاه ان ديسير، زعما نديروا اون روسيت مع حاجه خفيفه وان ديسير باش نستضيف به الضيف تاعي تاع اليوم، باسكو راكم فهمتوا بلي كل يوم عندي ضيف. دونك اليوم رايحه نكون كيما نتوما، رايحين نخرجوا واش كاين في الفريجيدير، نخربوا شويه في لي بلاكار ونديروا فيها ان روبا. بالك وتزغلوا دوك نولي لكم ونحط لكم كلش. اتوتي شوفوا في لا روسيت تاع اليوم، حبيت نبدا بالحاجه اللي تاخذ بزاف الوقت، فبزاف الوقت يعني تاخذ شويه وقت. شوفوا كنا نخرف البلاكا لقيت لي سبيكولوس، وانا كل ما جو عندي تلقاو لي سبيكولوس باسكو سي غاتو اللي نحبو بالبزاف. اليوم انا راح ندير لكم باناكوتا سبيكولوس، وي نعرفوها بلي فري روج، نعرفوها على فاني، نعرفوها بالقارص، بصح بالسبيكولوس راهي حاجه قليله. دونك لا باناكوتا تاع سبيكولوس واش نسحقوا فيها اليوم؟ نسحقوا فيها لي غاتو هادو لي لوتوس، نسحقوا فيها 4 جيلاتين، نسحقوا فيها 90 سنتيلتر تاع لا كريم ليكيد اونتيير، ونسحقوا فيها قيس 20 غرام تاع الحليب. دوك نروح نجيبو، وراو الحليب ديالي هاي القريعه. شوفوا اون روسيت سهله رياليزي، عطيتكم لي كونتيتي وبزاف بزاف 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 بنينه. واش نديرو؟ الحاجه الاولى ناخذو كاسرونه، وراي الكاسرونه تاعي نحطها هنا. وقبل ما نبدا جو في ايدغاتي، نروح نبل لي لا جيلاتين تاعي، زوج ثلاثه او ميم طون. حنايا وهي راهي دير لي ايدغاتاسيون تاعها، واش نروحو نديرو؟ ناخذو كاسرونه، شعلو النار تاعنا ماشي قويه بزاف هكذا، نروحو نديرو لا كريم فريش هكذا. شتو قلت لكم اللي تلقاوها دي فوا، شوفوا شاك فوا نقول لكم نخدموا بواش عندنا في الدار. نديروا لا كريم فريش، نزيدوا معاها الحليب هكذا تهاك، واللي يحب في الدار عنده عائله كبيره واش يدير؟ يدوبلي لي كونتيتي. نروح نجيب الفوي. شوفوا في لا روسيت هذه شاك فوا نعطيكم لا روسيت ونقول لكم واش ندير انا، يقعد اختياري. لا روسيت هذه نقدروا هنايا مع الحليب ولا كريم فريش تاعنا نزيدو قيس 30 غرام وحتى 60 غرام تاع السكر. انا مانيش رايحه ندير سكر تماما، حتقولوا لي وعلاش؟ نو سيلمو انا ما نحبش بزاف السكر، وقد ما نقدروا نقصوا منه. وعلاش انا ما درتش السكر؟ باسكو رايحه نزيد لاباط دو سبيكولوس. لاباط دو سبيكولوس سهله بزاف، راهي جايه حصه وراح نمدها لكم بالتدقيق هكا تولوا ما تشريوهاش ولي زاندستريال يكرهوني. نعطيكم لا ريسيت. دونك انا ما حبيتش ندير سكر، راني يعني قلتها لكم اللي يحب السكر يحب لو غو دو سوكر برونونسي، هنا يزيد من 30 حتى 60 غرام تاع سكر، اللي انا جو تروف بليك بزاف. دونك الحليب تاعي راهو يغلي، نروح نجيب لا بات دو سبيكولوس اللي كي كنت نخرف البلاكار لقيتها، ودوك تشوفوا بليك لا بروف انايا شحال مسقاطه. شوفوا هاي ليك، وراني ديجا بديت نقبت ما تبيعوش. ها نخلوها هنا لو طونك الحليب تاعي يروح يسخن. يما شكون يصبر عليها؟ فوالا راهو بدا يغلي الحليب، فوالا. واش ندير هنا؟ نحركو غير شويه، نخلي هذيك لا كريم تتحرك مع الحليب ديالي. نروح نفيريفي لا جيلاتين، نشوفها الا هاي بدات تطلق روحها تاك هنايا. فوالا غير نلحقوا لهاد لي بوليسيون. واش نديرو؟ نروح نطفي على النار تاعي هكذا، نحط الكاسرونه وهي سخونه هكذا. ناخذ هذيك لا جيلاتين، واش ندير؟ نعصرها هكذا بيان هكذا، ونروح نرميها في الحليب ديالي هكذا، ونروح بالفوي نحل هذيك لا جيلاتين كامل في الحليب اي لا كريم فريش ديالي هكذا. داك دان اوت كوتي واش نروح ندير؟ ناخذ لا، شوفوا هي لي با كومبليكي كامل لا روسيت، يعني باش نقول لكم هكذا. ندير لكم هذا هنا
ناخذوا سبيكولوس. هنا حبيت نعطيكم اون روسيت موزونه باش ما تراطيوهاش في الدار. ناخذوا 200 غرام تاع سبيكولوس، نروحوا نزيدوها على لا كريم وجيلاتين والحليب ديالي. دونك هنا ناخذ الميزان تاك، هنايا ناخذ ان سالادي، هنا نروح ندير، هنا اللي يحب يذوبها من قبل يذوبها باش تجي سهله، سينو يخدم بها كيما راهي. اي ما شحال بنينه هكا وهي سخونه، ما كلا ناخذ سالادي. هنايا نروح ديريكتومون نرميها. هي شوفوا تعاونكم خير لو كان تكونوا ذوبتوها في ميكرووند ولا في كاسرونه، ما تغبنكمش. هنايا نبدا غير بالعقل نحل فيها هكذا، فوالا نعاون غير سبيكولوس تاعي. هنايا نقول لكم واش لازم ديروا، الا شفتوا لاباط تاعكم تليسات راهي بيان ليس سي توب هايله، سينو انا كي نخدمها ويكون عندي الوقت واش ندير على فان، نزيد نجوز ان كو دو برا ميكسور، نجوز عليها برا ميكسور باش جما سور بليك راهي بيان ليس. دوكا نقول لكم الريحه اللي راهي تطلع هكذا، نعرفوا بلي كون باناكوتا جينا ليس ما تجيش مبربشه. دونك انا اللي حبي يزيد شويه اختياري، انا ما نحب ندير والو، جو في ريسبكتي لا باناكوتا، نخليها كيما راهي ونروح نعمر ديريكتومون لي فيرين. شفتوا بليك وجدناها اون ان كيان دو طون، حاجه خفيفه هكذا. ما تضحكوش عليا تقولوا تاع ماماني، راهم الا مود تاع بكري كانوا يديروا لنا فيهم. واش كانوا يديروا لنا فيهم؟ كانوا يديروا لنا فيهم لا سالاد دو فروي، شو حبه تفاح حبه بنان حبه كيوي حبه يقسموها ويديروا لنا سالاد دو فروي بالمزهر والنعناع، سيتي ان ديليس. نروحوا ناخذوا اروح لهنا غراف، شوفوا شحال راهي شابه، شوفوا شوفوا شوفوا. مي نزوخ عليكم، علاش نزوخ عليكم؟ انا دوك نقول لكم، انا نقول لكم علاش نزوخ. نزوخ عليكم باش نحفزكم، باش تنوضوا طيبوا، باش تنوضوا توجدوا. قال غير تخلص لي ميسيون تقولوا مالا دوكا نروحوا نعاودوا واش دارت بايا هكذا. كا ناخذوا هادي نروحوا تاك، هنا نسويوها قبل ما تاخذ لا فورم تاعها. نزيدوا وحده هكذا ونروحوا نزيدوا نعمروها فوالا. هنا واش نديرو تاك، قبل ما نبدا تاخذ لا فورم تاعها نروحو نخليوها تكون ليس. هنايا شوفوا لا سول شوز في لا باناكوتا اللي تاخذ الوقت هي الوقت، لازم لها مينيموم واحد النص ساعه. سمعوني مليح، يعني اللي يكون بخيسي يحطها في كونجيلاتور نص ساعه، سينو لازم لها 6 سوايع باش تبرد كومبليتمون. واش ندير انا لي فيغين تاوعي راهم شويه مسخين، نروح ننقيهم ونعاود نولي لكم باش نديروا لا سويت تاع واش لا دوزيام غوسيت. ا تو سويت. ماذا بيا نخرج كلش على ضربه، يعني ما نقدرش، ما عنديش ثلاثه يدين هكذا. نحطوا هذه البصله ونزيد نجيب الدجاج اروح لهنا. اب راكم تقولوا واش راهي توجده على بالي، تشوفوا في الشلاضه في الخضره. شوفوا قلت لكم اليوم نجبد واش كاين في الفريجيدير ونخرب في لي بلاكا ورايحين نطيبوا، دوك ما تلومونيش. شوفوا كان عندي صدر تاع الدجاج باقي لي راهو هنا، بصله عندنا كاع البصل في الدار، زوج وريقه تاع الشلاضه، عندي البطاطا. شوفوا كي نخليها كي تقعد لي ما تضحكوش باسكو دي سي ناستيس، كي تقعد لي ولا نقي البطاطا واش ندير؟ نديرها في بابي فيلم هكذايا ونخليها. علاش؟ بور با كيل سوكسيد، ولا تبقى لكم تقدروا تخليوها في قطيره تاع خل ولا قطيره تاع خل التفاح. انا كنت موجدتهم البارح في الليل، راني جبتهم اليوم، درت لي فخيت البارح وبقات لي البطاطا خبيتها. شوفوا اليوم الماش رايحه تصلح. رايحه ندير معاكم اليوم ان فلوتي، ان فلوتي تاع واش؟ ان فلوتي تاع الدجاج. اون جينيرال كاع نعرفوا الفلوتي وكاع نعرفوا بانك نديروه بالدجاج، لا بلوبار يطيبوا الدجاج تاعهم مع الفلوتي. رايحه نديرها نقول لكم برك واش عندي. عندي زوج حبيبات بطاطا، ثلاثه بورو، زوج سنينات ثوم، وراي ثانيه هاي مخبيه منها حاملك ثلاثه. على بالكم بلي البورو يكون ملا فامي تاع الثوم.
دونك 3 سنين الثوم، 3 زروديه وزوج اوراق تاع الشلاضه. بالك تقولوا لي بايا وعلاش رايحه دير شلاضه في لاسوب؟ انا رايحه نقول لكم باللي الشلاضه الي بلين دو فيبر، فيها الالياف، وما تقولوش الشلاضه ما تجيش في لاسوب، تجي في لاسوب وتجيكم بنينه، سورتو رايحه تكون صحيه. واش نديرو سون بلو تاردي؟ نجبد لي بلون طراي تاعي. بسم الله. هكذا كل ربة بيت ما تكونش عندها حاجة كبيرة نقدروا ندو من 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 ونخرجوا حاجة. أنا دايما نقول لكم لازم يكون عندكم اللحم، لازم يكون عندكم الدجاج باش نقدروا نخرجوا أمبلا. كونوا كرياتيف، كونوا فنانين. ناخذوا مقيلة، شوفوا لي حنعطيكم كيفاش أنا نوجدوا، ونقدر نبرومي لكم باللي راح يجيكم بنين اي سورتو صحي. ندير مقلة راهي تسخن هكذا أكوتي، ناخذ شوية مارغرين راح تمد لكم بنة باسكو الدجاج تاعي رايح نحمره شوية، من بعد نخليه يطيب. فوالا ناخذ هنا اون بون كويير ا سوب ونديرها هنايا تاك، نحطها نزيد معاها شويه باسكو تجي بنينه هكذا. نخليها تذوب في غرضها، نقص غير النار اكوتي. واش ندير؟ شوفوا انا نعطيكم بليزيور ميثود، قلت لكم باللي في الـ في الـ في الفلوتي تاعي واش راني حندير، راح ندير شويه يطيب مع لا سوب تاعي، والنص الكبير اللي حنستعملو على فان راح نخليه كيتقلى. الدجاج تاعي مغسول بالقارص والملح، نحولو سوبخيم هذا هاوليك، راح نقطعو كيما نقطع الخضره ما يجينينيش هكذا، نخليه دو كوتي تاك هكا. وهذا رايحه نديرو اون فيلامين باش يدخلوا الطياب فاسيلمون، تقدروا تحطوه نونتي تانيك. اسمعوا ما قلتو ليش، ما راكمش مشوقين تعرفوا شكون راهو جاي، وراني نجري وراني نطيب وراني نحمر وراني جبت كامل واش عندي اليوم. على بالي بلي فوزات كوريو وراكم كامل تحوسوا شكون انا. نقول لكم الضيفه تاعي تاع اليوم راكم رايحين تحبوها، وتحبوها ديجا من قبل وريحة تعجبكم شفتو. دونك نحط هادو يتحمروا هكذا، نعطي لهم لي كولوراسيون هكذا، نروحو نقصو غير شويه للنار ونخليه في غرضو، رايحه نغمو ونخليه نطلع عليه من داك من داك ونخليه يتحمر. ردوا فينا تاع مقبله، عرفتوا شكون الضيفه تاعي ولا ما عرفتوش؟ شوفوا اللي ما تعاودهاش واللي ما تنوضش دوكا كي نكمل ها تنوض وتقول نروح ندير لاسوب ما تفهمش معاها، بصح على بالي بليك شاطرات ودوك تنوضوا وديروها وتجبدوا كامل واش كاين في الفريغو. شوفوا هذيك لا مارغرين كيفاش حمرت لي، شوفوا كيفاش راهي تمد لي كولور دوري، ودوك قد ما نخليها قد ما نغلقش عليها قد ما راح يتحمر لي هكذا. هنا واش ندير؟ ناخذ اون بون كونتيتي تاع البصل، بسم الله، نزيدها من الفوق. راني غير نهضر على البصل بو امبورت لا ديكوب تاعو باسكو ما نسحقوش انايا دوكا، ونخليه يتحمر لي مع الدجاج. اونتخ تو ما ننساوش توجور توجور التوابل، نروحو نديرو هنايا زوج شطبات تاع زعيطره رايحين يمدولنا بنه في لاسوب اكسيبسيونيل. اشاك فوا نهضر معاكم نقول لكم بلي الدواء تاع لي سوب اي دواء تاع لي فيلوتي وشنو هو الزعيطره والرن. هادو راهم شلين، نروح نحطهم هنايا تاك تاك، نزيد معاهم وريقه تاع الرند دوك تبيعوه زيدو وحده راه مشلينا هنا، ونخليهم يتقلاو هكذا في غرضهم. نعاود نطلع عليهم شويه النار باسكو درت البصل والبصل راح يطلق لي. فوالا اونتخ تو نكونوا غابيد في الكوزينه، ضيفتي راهي قريب تجي، راني نستنى غير في التليفون وكان تعيط لي نصادف ندخلها الكوزينه طيب معايا. وراهي مرميطه تاعي راهي هنا تاك، حطوها هنا. شوفوا نكونوا غابيد وشاطرين، نحطوا الدجاج ديالي بقى لي البصل بس نديرو هكا، هذاك البصله اللي بقات لي تاك نروح نقطعها ولامين هكذا هكذا تاك فوالا. هذاك البصل نديرو هنا، دونك راني درت كونتيتي تاع بصل منا وزدت البصل منا، البصل بنين بزاف. واش ندير؟ نروح نبدا بالبطاطا تاك، نقطعوها. تحبوا تقطعوها اون كوب، تحبوا تقطعوها اون لاميل، ما تحرويناش باسكو رانا رايحين نرحيو كلش من بعد هكذا. تاك تاك
ندير البطاطا تاعي، نروح ندير الوريقه تاع الشلاضه نديرها لنا هكا زروديه. زروديا في لي سوب تجي اكسيبسيونيل، هي اللي تمد لنا الكوتي الحلو هذاك، الكوتي البنين، الكوتي ليجيرمون اورانجي. ديرو زروديا ديالنا تاك. هاد البطاطا نزيدها ولا ما نزيدهاش؟ سي نزيدوها، نزيدوها باسكو زوج حبات بطاطا يجونا سوا سوا رايحين يختروا ويجوا بنان في لا سوب هادي بلوتي. نقطعوهم هنا تاك، عاودوا لي ميم ميزور باش تجيكم بنينه كيما ديالي، ما تقولوش ما قلت لكمش. البورو يا حسره على البورو، مانيش نجو بزاف الناس دير شلاضه تاع البورو اللي تشفاو عليها، كانوا يفوروه نشفى لها الماني الله يرحمها، كانوا يفوروه ويديروه بافيك ليجير فينيغريت شويه زيت زيتون شويه ملح شويه في الكحل، كانت تجي اكسيبسيونيل. انا ما كنتش نحبها صغيره، افيك لو طون بديت نحب البورو. هادو نرميهم كيما راهم تاك، راح نمسح يديا هنا. اب شوف تاك، شوفوا لا كولوراسيون اللي داتها، اللي داها الدجاج ديالي مع البصل. هنا نخليهم في غرضهم تاك حتى يدخلهم طياب. نروح نحطهم فوق النار. هنا واش ندير لهم؟ نعاود نولي المارغارين تاعي، نروح ندير مغرفه هنا باسكو راني رايحه نقليهم داكوغ، راني دايره البصل، راني دايره البواغ ونشتو كامل درتو معايا. نعاود نقليهم تاك، مانيش رايحه نمرق وندير بارد في بارد. هنا ندير اون بون كويير هكذا تاك، خليها تذوب غير في غرضها. واش نروح ندير تاك؟ عندنا الملح، نروحو نديرو هنا، نديرو هنايا، هنايا راني حندير الملح والفلفل الكحل مع الاخر هكذا تاك، شويه تاع فلفل الكحل فوالا، ونخليهم هنا. رايحه ندير مع الاول ملح وفلفل الكحل، ماني حنزيد حتى حاجه واحده اخرى. هنا نقدروا نديروا زعتره، نزيدوا زعتره ونزيدوا رند. دونك هنا سي بون، هنا سي بون، واش بقى لنا؟ نروحوا نمرقوا. قلت لكم دائما انا موجده ان فون دو فولاي تاع الدجاج، واش ندير به؟ نروح ندير شويه للدجاج ديالي هكذا تاك. هنا ما نمرقلوش، رايحه نقليهم هكذا، نخليهم في غرضهم يتقلاو يتقلاو يتقلاو. كي تشوفوا هذاك البصل تاعكم كامل داب، واش ديروا؟ تروحوا تاخذوا لو فون فولاي تاعكم هكذا هنا، غموها وخلوا هذيك المارغارين تذوب. راكم تسمعوا فيها كيفاش راهي ترنن. نخليها ما نمرقلهاش اونكور، نزيد نخليها تتقلى مليح. اوف الحمد لله. وانتم قولوا لي دوفينيتو شكون لافيتي تاعي؟ هيا شكون الضيفه تاع اليوم؟ خمو، زيدوا خمو شويه، شكون شكون شكون؟ السلام، مرحبا بك. اش راكي؟ لاباس لاباس، كي مليحه. جيتي في الوقت، جيتي في وقتك. واش ندي باسيتي الوقت اخا؟ حطيني شد عليك ساعه. انا جيت زعما ندي سر البنه. قالوا لي عليك بليك شاطره، وقالوا لي بليك طيبه. يعيشك قابلتك بالحلاوه. واش راكي؟ صافا بلا غير الحمد لله. دوزي معايا الكوزينه هايا ديالك، الكوزينه خليتيهم كاع بخير. والله غير الحمد لله، وانتم كامل بخير الحمد لله. يعيشك، الله يسلمك. على بالي بليك فرحتوا. شوفوا شكون راهو معايا اليوم. راهي معايا زفيره من احلى الاسامي. الله يسلمك. واسمك اكرام على كل حال. هذا اللون اللي انت اللي خيرتيه. خلاص انا اللي خيرته وليت به، ولاو كامل زفيره. الله زفيره، قولي لي زفيره كيفاش خيرتي هذا الاسم؟ اول حاجه نرحب بالمشاهدين، ان شاء الله ندخل عليكم اليوم خفيفه، والفناكم ان شاء الله تكونوا والفتونا، وحنايا هكا نموتوا عليكم ونحبوكم. ان شاء الله نكون خفيفه اليوم عليكم. خفيفة خفيفة. الله يعيشك، الله يسلمك. يعيشك، يسلمك زفيره. دوك نبدا لك بالاسم زفيره. دونك ان شاء الله بربي هذا العام عندي 9 سنين وانا في هذا الميدان. انت صغيره وبالك بديتي في المجال هذا؟ بديت على
لاج دو 19 عام 20 عام بديت في هذا الميدان اي جيتي ديتيرميني كنت عارفه واش كنت حابه وين كنت حابه نلحق. هذه هي المراه اللي نحبها ودائما نقولها لهم وراهم على بالهم بها نقول لهم المراه الصنديده اللي توقف وتكون على بالها وراك رايحه. كملي جوستومون باش نقول لك بلي اليوم تاكد لي على اهميه الخيار كيكون الانسان يبدا مشروع يخير اسم المشروع الصح لانه انا اسم المشروع ديالي كان عنده علاقه بالتراث ما حبيتش حبيت نعطي لهذا المشروع اسم عنده معنى في الجزائر. وزفيرة هي اخر برنسيس اخر اميره في الجزائر وحبيت انايا جو غون اوماج وهي على ما يحكوا يعني المؤرخون هي اللي اخترعت البترون يعني عندها علاقه في اللباس التقليدي الجزائري تاعنا. صح وانت كنتي مقبل في القفطان. انا كي بديت في القفطان ومن بعد كيفاش رحتي شوفي انا كانت عندي توجور اون فيزيون نحب نمشي بالتخطيط ونحب نمشي درجه درجه تخصصت حبيت ما حبيتش ندير كامل اللي بس شوفي احنا ثقافتنا كبيره وعريضه حبيت انايا نختص حاجه بحاجه نحترف والحمد لله. مالا هذا الفن ديالك رواحي نديرو فيه ام تي توش اللي مروحي تشبحي معايا يا زفيره نجيب لك سبيكولوس واليوم وجدت لك غير باناكوتا يا زفيره ما دام لحقتي عليا دام لقيتي هي الحلاوه. انا كي راني معاكم اليوم هذاك هو العسل والسكر. الله يفرحك زفيره عم بتلا درت لها غير باناكوتا بيناتنا هكا اسكو زعما انا كي نستقبل ضيف ندير له غير باناكوتا يا حسره ما يكون عندي والو نقدر ندير حاجه. مالا شوفي يا زفيره انا قلت لك وجدت لك باناكوتا وقلت لك انت هي الحلاوه ربي يطول عمرك. جوزي معايا للطابله ونوري لك واش وجدت لك زعما صاحبي توجد لك غير باناكوتا ما كاش معايا تخدمي معايا. شفت لك ان كادو اللي وفي من عند سبونسور ماني يعيشك شتي بليك شتوني ما هذه كيفاش نقولوا حنا الغالي طلب رخيص ربي يعيشك الله يسلمك ربي يعيشك. درت لك اون سوب هاديه نحطها هنايا درت لك الفلوتي الله 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 يسلمك بالدجاج كنتي معايا كلنا يعيشك. هادو ما سيدي يعيطوا لهم دي ميني بوشيت سي دي بوشيت ساهلين بزاف تكوني حاصله في الدار جبتي البان دمي بريزونطابل يعني تحطيهم في الطابله ميم يكونوا عندك ضيق تعرفي ولا غير 10 دقائق حلي البان دمي تاعك وجدي انا هنا درت شيفغ ميل درت لو شيفغ لو شيفغ يمشي معاه العسل يعطيك الصحه انا نحب هذا لو كومبو يعطيك الصحه شيفغ ميل مع لي نوا تقدري ديري دي نوا لداخل تروليهم ديري ان بو دو فوماج من الفوق وحنا جوزناها تقدري تجوزي في السانوتش في لي غران دو شيا لي بافو اللي حبيتي وشبحي يعيشك ولا باناكوتا كنتي معايا وشبحتي انا نشوف شبحتي هنايا الله يسلمك دوكا زفيره كيفاش تحبي نبداو نروحوا نبداو بلي بنياغديز هما اللي يعجبوك اللي حبيتي يلا انتوما مشاهدينا باش نقول لكم كل عاده ما تنساوش نتلاقاو المره الجايه مع ضيف جديد استناونا وتهلاو في روحكم بقاو على خير.